خشونة الركبة هتحصلي على تحسن مباشرة، هذا التحسن بيعتمد على الحالة تاعت الخشونة وبيعتمد على الإجراءات اللي لازم تسويها، يعني المساج بزيت الزيتون مع حب الرشاد مع السمسم هذا 10 20 30% من العلاج، التمارين الخفيفة مرة مرتين ثلاثة هاي كمان 20 30%، النقع في المياه الساخنة، وضع كأس من الخل، كأس من الملح، وتحريك الرجلين في هذه الفترة لمدة ربع ساعة مرة مرتين في اليوم هذا 20 30%، وضع المشد أو أي شيء صوف حوالين المفصل، ومحاولة الحركة والمشي والتمارين التنفسية هذا جزء كمان من العلاج، النظام الغذائي اللي حضرتك حتاخدي هذا طبعا الجلد هو أكبر جزء مناعي للجسم، ليس فقط لإخراج العرق والسموم من الجسم وكمان لتدخيل المواد الجيدة للجسم، يعني حرارة الشمس وأشعة الشمس بتدخل عن طريق الجلد وبتكون فيتامين د، بعض المراهم وبعض الزيوت وبعض الأدوية القوية وخصوصا الهرمونية توضع على الجلد. تحت الجلد مباشرة في 3 طبقات في الجلد، في طبقة من الشحوم وهذه مليئة في الأجسام المناعية والخلايا الدم البيضاء، لا لأنه جهاز مناعي، ففي هاي الحالة توصيل الزيوت حيوصل لهاي المناطق، حيوصل للدورة الدموية، حيوصل للأعصاب، حيفعل الأعصاب، وطبعا الغضاريف ما فيها بدخل أوردة أو شرايين، فقط تتم عملية الامتصاص عن طريق. طبعا يا خالتي ما بنفع بس أدهن بالزيوت زيت الزيتون مع حب الرشاد مع السمسم المطحون، لازم أعمل شوية تمارين، يعني لازم أنام على ظهري لو يوميا مرة مرتين ثلاثة، أصير أرفع إجري لفوق شوي شوي، أرفع شوي شوي قد ما أقدر، وأوقف في الوضعية هذه 5 ثواني وأرد أنزل، بدي أرفع إجري وأحرك القدمين، بدي أمسك إيدي بالطريقة هذه وأكرر 5 مرات 10 مرات، لازم أثني وأرفع، أثني وأرفع 5 مرات 10 مرات، هاي الوضعيات مريحة جدا لتقوية العضلات اللي حوالين الركبة وتخفيف حدة الانتفاخات وحدة الدوالي وآلام القدمين والاحتقانات والمياه الزائدة، هذه كلها بتنزل مع عمل التمارين هذه.